السلام عليكم، أهلا بكم في قناتكم من جديد. كشفت بعض المواقع الرياضية المغربية بأن اللاعب يانيس الميموني يريد اللعب مع أسود الأطلس، رغم أن اللاعب في الحقيقة أظهر عن حبه للجزائر ورغبته بأن يكون مع المحاربين، حيث أن اللاعب يانيس الميموني قد ولد في 2004 بفرنسا وعمره حاليا 19 سنة، ويحسن اللعب كمتوسط ميدان دفاعي، وهو خريج أكاديمية باريس سان جيرمان، وما زال إلى غاية الآن ينشط مع نادي العاصمة الفرنسية لأنه رائع للغاية. فاللاعب حسب المحللين الفرنسيين يتطور بسرعة ويلقبونه بفيراتي، وهذا لأن لديهم طريقة لعب واحدة. فيانيس الميموني قوي جدا في الالتحامات ومندفع دائما نحو الكرة ولا يفرط فيها بسهولة، كما أنه دقيق في كراته الطويلة ويسجل الأهداف بالقدم أو بالرأس. وتجدر الإشارة بأن أصول يانيس الميموني الجزائرية من جهة والدته الجزائرية، أما والد اللاعب فهو مغربي، ولكن يانيس يتفاعل مع جمهوره الجزائري وظهر وهو يهنئ الجزائريين بشهر رمضان المبارك، كما أنه قد صرح لإحدى الصحف الإلكترونية بأنه لن يرفض الالتحاق بالمنتخب الجزائري في حال تلقيه دعوة من الاتحادية الجزائرية. لهذا يجب أن تتحرك خلية الفاف بسرعة للظفر بخدمات هذا اللاعب. سلام à tous و رمضان à tous les musulmans et tous les algériens. سلام à tous و رمضان à tous les musulmans et tous les algériens. نحن بانتظار تعليقاتكم حول هذا الموضوع. لا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل خاصية الجرس للتوصل بكل جديد لحظة بلحظة، والضغط على زر الإعجاب تجعلنا فقط لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.